اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا الراي الاخر بصحبه زميلي اسعد حسن. في البدايه احب اتقدم بنعي لشهداء الوطن نتيجه سقوطهم من القوات المسلحه، نتيجه سقوطهم نتيجه العمل الارهابي الخسيس في سيناء. طبعا يعني مصر اتكتب عليها ان هي تكون تكالب الامم علينا والارهاب مش هيبطل، ومصر بتحارب داخليا وخارجيا وازمه كورونا، واحنا طبعا رايحين للمشكله الليبيه في حلها والمشكله الاثيوبيه. طبعا لازم يكون القوى الاقليميه واهل الشر هيسيبونا في حالنا طول ما احنا ايد واحده، طول ما احنا خلف القياده السياسيه، طول ما احنا خلف مؤسسات الدوله هنفضل ان شاء الله قادرين على تخطي الصعاب زي ما القياده السياسيه دايما بتقول في كل الخطابات. هنتكلم برضو النهارده عن ماراثون الثانويه العامه وقلق الامور، قلق الاهالي وقلق اولياء الامور، وان كل سنه بيحصل يعني بنشوف يعني تخبط من اولياء الامور. طبعا السنه دي في ظرف استثنائي وجائحه كورونا، وشفنا اجراءات الحكومه المصريه ازاي اتخذت اجراءات عاليه من حيث التعقيم عن مداخل المدارس، قياس درجه الحراره. طبعا هنتابع، هيبقى معانا مداخله تليفونيه من الدكتور عمر شلتوت الشريف مدير وكيل وزاره التربيه والتعليم بسوهاج الاسبق، وهنعرف منه التعليم عن، هنتكلم شويه عن التعليم عن بعد، وهنتكلم عن ماراثون الثانويه العامه وازاي هو بيشوفه كل سنه وازاي السنه دي في ظل جائحه كورونا. ابدا من حيث انتهى به زميلي الاستاذ حشمت، اتقدم بنعي الى شهيد الواجب الوطني ابن قاره الشاوله البطل المقاتل علي انور خلف ابو جانب الذي وفاته المنيه مساء امس في سيناء، شهيد الغدر والخسة من قبل جماعة الإرهاب الإخوانية. كما تقدم بنعي إلى عائلة آل خضر بالشاولة بالمنشافي ووفاة المغفور له بإذن الله الحاج سيف الإسلام مطاوع أبو خضر رحمه الله، خالص التعازي إلى العائلة الكريمة. كما أحب أن أنا أبدأ بخبرين، خبر من الصحة وخبر من التعليم. الصحة، ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 14736 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي. أيضا تسجيل 1475 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و87 حالة وفاة. أما التعليم، بدأت أمس الأحد وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات الثانوية العامة وسط جو أمني واتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفقا لكل محافظة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير قال مصر خط أحمر، مصر خط أحمر للجميع، مصر خط أحمر لكل دول العالم، مصر خط أحمر لتركيا، مصر خط أحمر للجماعة الإخوان الإرهابية. من حيث تصور السيد الرئيس، هيكون معي إن شاء الله بعد الفاصل السيد اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد الأسبق، وهيكون معايا الدكتورة جيهان بيومي أستاذ رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية سابقاً وحاليا استاذ الجغرافيا بكليه الاداب جامعه حلوان. فاصل لاستقبال الضيوف. عودة مرة أخرى لاستكمال باقي الحلقة. موضوع الحلقة التعليم وجائحة كورونا، التعليم عن بعد وجائحة كورونا وتحديات الأمن القومي لمصر. نبدأ طبعا بترحيب السادة الضيوف. أرحب في البداية بمعالي اللواء ممدوح مقلد مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كما أرحب بالأستاذة الدكتورة جيهان بيومي أستاذ الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة حلوان، وأستاذ رئيس قسم
الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة حلوان السابق. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. أبدأ بخطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: التضامن العربي بالصفحات الأولى. تصدر خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صحف الخليج والصحف العربية، حيث تصدر السيد الرئيس المشهد السياسي والمشهد الدولي. الخطاب الذي ألقاه أمس أثناء تفقده وحدات الجيش في المنطقة العسكرية الغربية، وعبر خلاله عن حق مصر في حماية أمنها القومي في عمقها الاستراتيجي في ليبيا. الصفحات الأولى في صفحات وجرائد الخليج الورقية والرسمية الصادرة صباح الأحد، فضلا عن إبرازها التضامن العربي والخليجي الواسع لحقوق مصر المشروعة في دحر الإرهاب على حدودها الغربية. وكتبت على الصفحة الأولى في منشط رئيسي: أي تدخل مصري مباشر في ليبيا يحظى بشرعية دولية. أيضا الجيش الليبي في أول تعليقاته على لسان العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي على تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا. وفي تصريحات هاتفية لإحدى القنوات: أن مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا لا تركيا. وأضاف المحجوب أن تركيا تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية في تدخلها في ليبيا، في حين أن مصر واعية بخطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية. اسمحوا لي بس لو أن ناخد بس بمداخلة الدكتور عمرو شلتوت الشريف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج السابق. اتفضل يا دكتور. اسمح لي ارحب بحضرتك وبضيوفك الكرام، وسلام لسيادة النائب ممدوح مقلد، وهو من الشخصيات المفكرة الحقيقة يعني. الله يخليك يا دكتور عمرو. الحقيقة أنا أثمن فكرة طرح الموضوع التعليم عن بعد في الوقت ده، لأن ده وقته وأوانه. يمكن لما طرح من خلال الدكتور طارق شوقي في فترة كان لاقى كتير جدا من العقبات ومن تصورات كتيرة جدا ومن تخوفات، لكن الحقيقة أزمة كورونا والمشكلة اللي تعرضت لها العالم كله مش مصر بس، خلينا ندرك تماما أهمية فكرة احنا نضع استراتيجية كون التعليم عن بعد أحد أهم طرق التعليم والتعلم في مصر. ويمكن الخطوات دي بدأتها وزارة التربية والتعليم وأقرتها تماما المجالس الكليات والجامعات في التعليم العالي، لكن الحقيقة فعلا الموضوع لابد أن يطرح بشكل لولي الأمر ولكل مواطن في مصر يهتم بالتعليم، لأن المرحلة اللي جاية دي فعلا محتاجين، مش بس لأن احنا نضع في تصورنا ايه الهدف من التعليم، احنا عايزين عقول تدرك تداعيات المواقف، المستجدات اللي في العصور، أي أمر يطرأ على العالم كله لازم في عقول مفكرة تكون جاهزة للتعامل معه، مش بس بنحتاج مهندس وطبيب ومدرس. فالأمر الحقيقة رائع جدا أن احنا نطرح هذه الفكرة، ولازم تطرح بشكل واسع كبير جدا. فأنا حقيقة يعني فكرة أن نطرح هذا الموضوع أنا أثمنها تماما، وأشكر كل من يطرح هذه القضية بشكل على مائدة التعامل والفكر، لأن احنا كلنا أدركنا أهمية أن احنا نفكر إزاي، أن احنا نتابع، نضع في تصورنا كل ما هو ممكن يطرأ على التغيرات على المجتمع. فالحقيقة اسمحوا لي أشكر دكتور طارق شوقي اللي هو ما لقاه من عقبات وهو بيتعامل مع هذه القضية، لأن هو كان هو صاحب السبق في فكرة التعليم عن بعد كأحد أهم طرق التعليم أو أسس في وزارة التربية والتعليم. يعني هاخد من كلام حضرتك دكتور عمرو الشريف القيمة والقامة الكبيرة والرجل التربوي الأول في سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق، حضرتك يعني حضرتك لو تطمننا عن ماراثون الثانوية العامة، كل سنة بيبقى ضغط غير عادي من الضغط نفسي من الأهالي الأبناء، بيبقى زي ما بيقول كده بيبقى جو مشحون وجو مكهرب. أضف إلى ذلك احنا حضرتك في ظرف استثنائي في ظل جائحة كورونا، طبعا الوزارة أخذت استعدادات كاملة، عملية تعقيم، قياس الحرارة، وجود عربات إسعاف. فحضرتك لو تطمننا يعني عن أحوال اللجان في سوهاج وفي مصر كلها.
يعني احنا انا متابعتي مع زمايلنا واللي هم اللي حاليا اكملوا مسيرتنا في التربيه والتعليم، مش بس الوزاره، الهيئه الدوله كلها اهتمت بامتحانات الثانويه العامه، الدوله كلها. يعني عايز اقول كل مقومات الدوله وامكانياتها ومؤسساتها النهارده وامبارح اضعت كل قوتها وتفكيرها ازاي تتم عمليه امتحان الثانويه العامه بشكل صحيح، ازاي نهتم باولادنا، لان دول يعني كل واحد منا ما هو الا الموقف الطالب الموجود في اللجنه اللي انا دلوقتي، هو يخصني وجيراني واهلي وابني وابن حضرتك. فالدوله كلها مهتمه بمؤسساتها بان الامر يتم بشكل سليم، كل ما هو في صالح الطالب وضمان لحل التكوين النفسي وصحته واهتمام به الدوله فكرت فيه في كل لحظه. فانا مش انا بقول لحضرتك، انا في موقع من خلال متابعتي مع زمايلنا اللي هم كملوا مسيرتنا في التربيه والتعليم، الحقيقه في استعداد تام وطمئن كل ولي الامر، طمئن كل مهتم بالتعليم، كل واحد خايف على اولاده، كل واحد خايف على اهله. الثانويه العامه بتتم بشكل صحي تماما وبشكل يمكن اكثر من اكثر السنوات اللي الطالب فيها داخل مطمئن وفي راحه نفسيه، ما فيش حاله من حالات التوتر. دكتور عمرو الشريف بنشكر حضرتك وعلى وعد ان شاء الله تبقى ضيف لينا في حلقه ان شاء الله نستعرض كافه مشاكل التعليم ومقترحات حضرتك لحلولها. بشكر الدكتور عمرو الشريف وكيل اول وزاره التربيه والتعليم السابق بسوهاج، شكرا. ابدا بالسيد اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب وكيل لجنه الدفاع والامن القومي، تعليق حضرتك على خطاب السيد الرئيس من حيث تحديات مصر في الامن القومي، اتفضل يا معلم. هو سياده الرئيس اوضح كلامه بدايه في حديثه مع القوات. حديثه مع القوات قال لك انا عايز اقف على جاهزيه القوات المسلحه. جاهزيه القوات المسلحه معناها ان القوات المسلحه اصبحت جاهزه لتولي وتنفيذ اي تكليفات ليها تصدر ووضحها داخل مصر او خارج مصر. يعني القوات دلوقتي اصبحت حاليا متاهبه تماما من حيث التدريب والتخطيط والتسليح و و و و و لتنفيذ هذه المهام. ودي نقطه غايه في الاهميه، ان القوات المصريه حاليا اصبحت متاهبه تماما لتنفيذ اي عمليه تكلف بها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا النهارده لو استعرضنا الامن القومي من الناحيه الغربيه اللي هو ما يخص التدخل التركي الغير مبرر في ليبيا، الغزو التركي او التدخل التركي الغير مبرر، وانا ما اعرفش حتى اردوغان الى هذه اللحظه هو بيقنع شعبه ازاي بانه ارسل قوات وارسل حاجات زي كده. اطماع اقتصاديه وتوهميه عنده ان هو عايز يبقى خليفه المسلمين وقصص وحواريت. انا ما اعرفش الشعب التركي اصبح حاليا حتى هذه اللحظه مقتنع ازاي انه يدي الولايه لهذا الشخص. ما هو ده احنا مقبلين على انتخابات ويجب ان هو يعني يكون ليه مبرراته. مبرراته ايه؟ هو النهارده اذا كانت ليه مبررات سواء البترول اللي في البحر الابيض المتوسط اللي هو عاوز يعني النهارده بيناكف في قبرص بيناكف في الكلام ده كله، او اذا كان هو عاوز البترول من ليبيا عشان طبعا دي غنيمه، ده كل ده يجوز. لكن احنا النهارده نقدر نقول هذا التدخل جاب المرتزقه وجيش دربهم ووصلهم لحد ليبيا، طلع قوات من عنده الى بلد تغزو. طيب احنا النهارده تداعيات هذا الموقف على الموقف المصري، اولا احنا نبص نلاقيه هو بيدعي، عشان نقول الكلام ده بس عشان يكون واضح، هو بيدعي ان هناك توافق بينه وبين امريكا، هو بيقول، وامريكا في صمت. هو بيقول ان في توافق بينه وبين اوروبا، هو بيقول وهم في صمت. العقل بيقول ايه؟ المرتزقه دول مجموعة من بلاد كثيرة بعد ما هم كلفوا بتنفيذ المهام بتاعتهم في سوريا في ليبيا كانوا بياخدوهم من بلادهم وبيبعتوهم على هناك على اعتبار ان ايه الكفاح بين المسلمين والمسلمين هو بوابة دخول الجنة، اطلعوا وروحوا هناك حربوا وانتوا كده هتروحوا الجنة. افكارتك في التكفيرية، افكار تكفيرية، خدوهم تخلصوا من بلادهم ودوهم المكان ده عشان يبقى يفضلوا في صراع بين المسلم والمسلم، واحنا للاسف لم ندرك هذا الكلام. هم راحوا هناك قتلوا واللي قطع الروس والناس وهي صاحيه، النفسيات اصبحت حاليا مختله. دول اللي رجعوا وقت ما ودوهم هناك سوريا والعراق ما كانوش عارفين اليوم اللي هيرجعوا فيه بعد ما الموضوعات دي تنتهي. بعد الموضوعات دي ما خلصت وانتهت فوجئنا بان دول المفروض يرجعوا تاني، استغل هذه النقطه
اردوغان مع اغلب الدول دي، هتسكتوا ولا رجعهم لكم؟ اسكتوا ولا رجعهم لكم؟ وبعدين اهتدى الى ان هو يستخدمهم ان يبعتهم على ليبيا عشان يكملوا ايه، يكملوا وما يرجعوش بلادهم برعايه امريكيه غربيه، برعايه امريكيه. فعشان كده احنا النهارده بنقول ان هناك هو بيدعي وهم صامتين، محدش فيهم لا لا, لا كذبوا ولا ايدوا، عشان برضو نكونوا احنا منصفين. طيب النهارده الموقف شبه غامض بالنسبه للدول الثانيه. طيب احنا النهارده عندنا من اوروبا مين معانا؟ معانا الحلف الثلاثي قبرص واليونان. بس ليه؟ مصالح مشتركه معانا، لان السياسه لا اؤمن بعلاقات دائمه ولكن اؤمن بمصالح دائمه، لان هو بيلعب في البحر الابيض المتوسط وحدودهم، فاصبحت مصالحهم مشتركه معاه. دول البلدين الدولتين الوحيدتين اللي في اوروبا اللي لهم مصالح مشتركه معانا، وهم بقى اللي بيساندونا مسانده. بس ما هي قيمه قبرص واليونان الدوليه؟ ما هي قيمه قبرص واليونان العسكريه؟ ما هي قيمه قبرص واليونان التاثيريه؟ برضو ده محدود. ولذلك هو دخل قواته، بيقال انه دخل 15,000 واحد من المرتزقة. تمام. كويس. ودخل قواته سندهم. والنهاردة احنا بنشوف برضو في على شاشات التلفزيون الدبابات الحديثة والمدرعات الحديثة والعربيات الحديثة اللي هي نازلة مع قواته. في سكوت دولي. ده صمت. ده شيء وشيء يخيف. صوت دولي يكاد يصل الى التواطؤ. احنا الاول كانت ليبيا بتحارب دواعش خارجين عن القانون، دلوقتي بقى الجيش الليبي حفتر واللي هم الشرعيين، الجيش الليبي والبرلمان الليبي اللي هو البرلمان الشرعي الممثل، النهارده اصبحوا في اقتسام بينهم وبين القوات اللي هي او الموالين للرئيس. كان اول صراع داخلي ليبي ليبي، النهارده لما واحد دخل بقواته ومدرعاته اصبح هناك في خلل. لا انت كده بقى بدات تتاثر على الامن القومي الليبي وانت بقى على الحدود عندنا. وبعدين للاسف اردوغان بيطرح القضيه ويقول لك ليبيا ثم مصر، واجهر بيها، جهر بيها وقالها صراحه. طيب الكلام ده كله احنا مصر هتفضل النهارده مكتوفه الايدي؟ ده اللي عمله سياده الرئيس، حط العالم كله قدام مسؤولياته. تعالوا، هناك تهديد للامن القومي الليبي والامن القومي المصري والامن القومي العربي، ولو حدث، ودي الرسالة، أصل الرسالة، لو تعديتوا سرت جفرة اللي هيعدي من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق أنا هتدخل. طب أنا أخذ من كلام حضرتك وعقب، مصر عمرها ما كانت دولة معتدية أبدا، مصر طول عمرها ترد الأعداء عنها وعن الأمن القومي العربي، وليبيا عمق الأمن القومي المصري والعربي في نفس الوقت. هو وضحها سيادة الرئيس. تمام. قال لك أولا نحن جيش رشيد، جيش قوي، ولكننا جيش رشيد لا نعتدي. تمام. وليست لنا مطامع مع احد. ولما قاموا رؤساء القبائل الليبيه وتكلموا قال لهم خلوا بالكم، لو القوات المصريه تدخلت انتوا اللي هتكونوا على ظهور القوات المصريه. يعني ايه؟ لن يحرر ليبيا الا ليبيا. وليس لنا مطامع. تمام. ليس لنا مطامع في ليبيا، واحنا ما رضيناش نتدخل قبل كده هو الا لما بقى الامن القومي المصري حصل بقى فيه تهديد. انا مش هتدخل الا في الحاله دي، الخط ده لده، وده اللي هي كانت الرساله، الهدف الاساسي من الرساله كلها، اللي هيتعدى ده انا هتدخل. وقعدوا مع بعض وحاولوا انكم تعملوا توافق سياسي بينكم وبين بعض كليبيين مع الليبيين. طبعا ده احرج العالم كله، احرج العالم كله. وعلشان كده لما صعد الامر، عشان برضو كفت برضو المنظمات العالميه برضو تاخد دورها وتوضع قدام، تطلع بمسؤولياتها وبمهامها. النهارده بنقول اقعدوا مع بعض، احنا ملناش مطامع، وان دخلنا هنخلص مأموريتنا وهنرجع وملناش دعوه بليبيا، ولو دخلنا انتوا اللي هتروحوا معانا، واحنا ما رضيناش نعملها زمان لان قالوا لو عملناها من زمان كان هيبقى لنا ايه، ممكن يقول لك ده مطامع مصر. لكن النهارده احنا مش هندخل الا لما التهديد المصري ايه حصل. هو اقنع العالم وبيقول للعالم لو تدخلت، اولا دي ليا انا شرعيه اني اتدخل، اصبحت حاليا دلوقتي انا ليا شرعيه في التدخل في الشان الليبي، لانه اصبح يهدد الايه، الامن القومي المصري والامن القومي الليبي والامن القومي العربي. فالنهارده اصبح كله اتحط قدام مسؤولياته. انا اعتقد انها رساله قويه وقويه جدا، واعاده ال 23 واحد المصريين اللي جم رساله كانت قويه على ان الجيش المصري بالفعل على جاهزية وعلى تأهب كامل
لما تنزل قوات تروح تجيبهم هناك من 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 من, من, من مكانهم مكان احتجازهم وترجع بيهم سالمين غالمين مؤمنين لحد بيوتهم، ده معناها ان الجيش المصري جيش مش سهل. ودور المخابرات العامه مش سهل، ما هو دور مخابرات عامه وقوات مسلحه ان هو مش سهل، واللي بيعوزه بيحققه. وما اكثر هذه الضربات التي ايه وجهت قبل كده، هو وبقوه امام مين؟ امام العمليات التكفيريه اللي عندنا احنا. ما بيفكرش سيادتك ده ان نفس تكرار السيناريو اللي حصل ايام المقبور مرسي اثناء اختطاف الجنود، نفس الفكره برضه لما حسوا بقوه الجيش المصري تم الافراج عنه. حسوا بقوه الجيش المصري في المصريين اللي تم اختطافهم تم الافراج عن بكل سيناريو متكرر. والمسيحيين اللي هم اختطفوا ولبسوهم شركاء الوطن واعدموهم وتلقوا الوطن. ضربات قويه وموجعه، ومن ساعتها مش حاجه ثانيه حصلت. فهي رسائل قويه ومؤثره. النهارده احنا بنحط العالم كله قدام مسؤولياته، خلوا بالكم هيحصل خلل في توازن القوه، هتحصل حروب في هذه المنطقه يا دول العالم كلها. ها خلي بالك، اطلعي بمسؤولياتك وبمهامك. عشان كده احنا بنلاقي ايه؟ ان تاثير هذا الخطاب على كافه الاصعده سواء العربيه او الاجنبيه او الامريكيه او 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 الكل ايدها تماما. هما الدول اللي بره دي اوروبا هدفها ان العيال دي ما ترجعلهاش، يعني العيال دي لو رجعت كلها راحت ليبيا ممكن موقفها يتغير. اوروبا موقفها يتغير ضد تركيا. اوروبا النهارده في حاله رد فعل وانقسام داخلي وصعود القوميه اليمينيه والاكتفاء على الذات، ومشكله كورونا بهدلت اوروبا اقتصاديا. هي بهدلت العالم كله. تمام، هي بهدلت العالم. والنهارده زي ما سعادتك بتقول في انقسامات وبدات توصل. النهارده المانيا نجحت بالعافيه، ميركل نجحت بالعافيه. النهارده احنا بنلاقي ان في اضطرابات، وصول رئيس الوزراء البريطاني برضه، دي برضه برضو الامور برضو فيها مش مرتاحه. ايطاليا كانت لسه موقفها، واليونان برضو كانت بتشتكي من حالات يعني قله الموارد. الامور ما اصبحتش الدول دي كلها في بغتته بتاعه زمان وفي رغد بتاع زمان، لا الكل ده بدا انه يعني ايه انه يرجع تاني ويقف ويهدي وينظم الخطوه. استاذن بس ست لو ممدوح، بس ارجع لضيفه الدكتوره جان بيومي، تضامنا طبعا مع السيد اللواء طبعا ممدوح مقلد وكيل لجنه الدفاع والامن القومي، تضامنا مع القياده السياسيه، تضامنا مع كل الشعب المصري. تعليق حضرتك ايضا على خطاب السيد الرئيس. اتفضلي يا دكتور. الاول صباح الخير عليكم، وسعيدة ان شاء الله بحلقه اليوم، وشكرا لسياده اللواء على التوضيح الهائل لتحليله لخطاب السيد الرئيس. وانا عن دوري او انا كرايي ان انا بواجه رساله شكر السيد الرئيس كما عايدنا بيه، مش جديد عليه فعلا ان هو فعلا في الوقت المناسب بيلقي بخطابه الهادف الصارم اللي فعلا بيوضح دور قوة الدولة المصرية. قوة الجيش المصري اعتقد، وعلى حد معلوماته، ان الجيش المصري ده رقم 8 على مستوى العالم اعتقد، التاسع في اخر تقرير عالمي، التاسع يعني تقدم ثلاث مراكز. على قوه عسكريه بيقودها قائد عسكري فعلا فاهم كويس خطواته، امتى بيتدخل عسكريا، امتى بيتدخل في اتفاقيات ومفاوضات. فهو فعلا رساله واضحه ورساله هادفه الى اي من يسول لي نفسه ان هو يتدخل في الضرر بالامن المصري او بالامن الليبي او الامن العربي، لابد من القوة العسكرية الصارمة. حدودنا مع ليبيا احنا لو بصينا يعني احنا كطبيعة جغرافية او كمبسيفتي استاذ جغرافية، دي دولة الجوار او الدولة الحدود الغربية لمصر. ولو بصينا على طبيعة الأراضي، أراضي مستوية يعني مش زي على الهامش على الجانب الشرقي هتلاقي مرتفعات أو سلاسل جبلية، دي كلها مناطق مسطحة. يعني إحنا كمان من حيث التاريخ، من حيث الحضارة، من حيث المصاهرات، يعني أنت لو رحت في منطقة الحدود الغربية هتلاقي قبائل ليبية 20 مليون مصري عايشين في ليبيا ومطروح نسب والبحيره مصاهره. فاذا احنا يعتبر احنا وليبيا احنا عيله واحده بالفعل، فما بالك بما يهدد الامن الليبي
هو ليس يهدد برضه الامن المصري. لا هو بالفعل بيهدد الامن المصري والامن العالمي. تبعاته وصداه بيبقى موجود في مصر. فاذا خطاب السيد الرئيس في هذا الوقت لما يحدث في ليبيا كان خطاب واضح وبالفعل اشاد به كل العالم، وبيوضح فعلا مصر قد ايه فعلا يعني او تحت رعايه قائد عظيم قادرة على صد أي هجمات، على أن احنا جيشنا والدفاع عن الأمن القومي المصري أو الأمن الوطني العربي كله احنا قادرين على هذا. ده بعد المفاوضات، يعني احنا لسنا نستخدم القوة العسكرية في المناوشات العسكرية أو بداية، ولكن احنا بنبتدي بالسلام وبالمفاوضات. فإذا لم تثمر هذه النتائج للحفاظ على الأمن المصري أو الأمن الليبي سيكون هناك تدخل عسكري، وإن شاء الله نأمل تدخل عسكري مشروع طبقا لمواثيق الأمم المتحدة. ونأمل إن شاء الله إلى تدخل سريع ولا نلجأ لهذا التدخل العسكري وتكون الأمور أهدى. يعني محدش بيحب الحرب يعني، ودايما في خطابات السيد الرئيس إن هو داعي للسلام يبتدي بالمفاوضات السلميه والمفاوضات اللي والمداولات. ابسط مثال سد النهضه، يعني سد يعني مفاوضات مع متى لجأنا نفس طويل مع الرئيس، نفس طويل على مدار سنوات طويله وفقا ل الحرب بيبقى وسيله من وسائل تحقيق السلام بس في يعني النهايه، مش الحرب للحرب، مش حرب للحرب، احنا بنقول حرب للحرب. يعني لو جينا على سد يعني عندما يكون الواقع زي ما بيقولوا كده، المقوله المشهوره دائما لما يكون الواقع شبه ضبابي او مش شاف قوي بترجع لعمق التاريخ. عمق التاريخ كتب على مصر ان هي دوله كبيره في المنطقه افريقيا وعربيا. احنا كنا رئاسه الاتحاد الافريقي السنه اللي فاتت وشفنا مصر ازاي عمليه لم الشمل الافريقي، عمليه خروج مصر للاتحاد الافريقي، مصر كانت ازاي بتمثل افريقيا في المحافل الدوليه. شفنا حاجات كتير وهنرجع تاني حقيقي لجهود السيد الرئيس. طبعا يعني جهود القائد اللي هو بيتولى يعني هذه الدوله. لا بالفعل، لان في شخصيات كتيره قوي ممكن ان هي تحكم ولكن ليس لها من القوه، ولكن فعلا على مدار السنوات اللي فعلا منذ تولي السيد الرئيس الفتره السابقه والفتره الحاليه مصر بيحصل ليها طفره كبيره طبعا، طفره اقتصاديه. ويمكن التدخلات العسكريه اللي هم عايزين يسحبونا بقى الى اتجاه اقل، ليه عايزين يعملوا انهيار للبنيه الاقتصاديه اللي احنا هنبتدي استنزاف ويبتدوا يسحبونا في اتجاه اخر. احنا فعلا على وشك او بصدد تعويض الخسائر اللي احنا عانينا منها الفتره. الشعب المصري فعلا شعب ان هو فعلا برضو مواكب او يعني مؤازر للسيد الرئيس، واستحملنا الفتره اللي فاتت دي كلها الاصلاح الاقتصادي. المواطن البسيط استحمل الاصلاح الاقتصادي كلنا حقيقي. ودينا شفنا مشاريع ونشوف بدأنا نجني ثمار الفترة السابقة. فطبعا ده مش هيعجب الدول التانية، فهيبتدوا عايزين ياخدوك في اتجاه مضاد برضو للمردود الاقتصادي وللطفرة الاقتصادية أو لوضع مصر وما سيطرأ عليه الفترة القادمة من تغيير في الوضع الاقتصادي اللي احنا بنأمل إن شاء الله ان فعلا الجنيه المصري يستعيد قوته ويبقى فعلا في مشاركه اقتصاديه قويه. واحنا على امل ان شاء الله في الخطوات القادمه تحت رعايه السيد الرئيس ده هيتحقق بالفعل يعني. تمام، خلينا نسال حاجه بس عايز اضيفها في هذا الموضوع. يعني من حيث الموازين العسكريه واداره العمليات، تمام، اللي انا عايز اوضحه بس للاخوه الاتراك، يعني طبعا الاخوه الاتراك كشعب تركي اهلا وسهلا، ليس قياده او لكن كرئيس. ليس قياده، القياده رئيسهم موتور. ده فعلا. حقيقه ليه احنا في الاول الجيش رقم 8 رقم 9 رقم 10 في العالم، يعني جيش قوي انت بتلعب مع جيش قوي، ده رقم 1. رقم 2 وقوة بحرية ضاربة. احنا النهارده عندنا حدود مجاوره، يعني قواتي تمشي تخش، انت اذا كنت قدرت تجيب لك دبابه 2 3 10 20 مدرعه محموله ايا ما كانت، قوات محموله بتجيبها سفن عشان تجيبها عشان تعزز بيها. وفي خطاب السيد الرئيس رسلهم الدبابات ورسلهم الحاجات دي كلها بالاعداد دي كلها عشان يقول لهم ده مثال للقوات، الطيارات بتلعب فوقيه عشان يقول لهم هذا حجم القوات. تمام، ده اللي احنا عايزين نقول. فاصبحت النهارده هو بيبعت رساله لتركيا ان معركتكم، ان رئيسكم هيقودكم الى المهالك، ولذلك احنا بنلعب في الراي العام التركي داخل البلد. طب فاصل ونرجع تاني، فاصل ونرجع تاني.
نعود مره اخرى لاستكمال الحلقه. دكتوره جان، حضرتك طبعا استاذه جامعيه بكليه الاداب جامعه حلوان. موضوع التعليم عن بعد المفهوم به نهجا، تاثيره على الطلاب وتاثيره على الجامعات المصريه، اتفضلي يا دكتوره. في الشق الاول من سؤال حضرتك، ايه هو مفهوم التعليم عن بعد؟ التعليم يعني زي ما بيقولوا عليه distance learning، يعني مسافات، في مسافة موجودة ما بين المعلم والمتعلم، ان ما بنبقاش اللي احنا قاعدين في كلاس واحد او في قاعة واحدة بيتلقى او في احتكاك مباشر ما بين الطالب وما بين الاستاذ. فاذا هو يبقى في ده مفهومه الاساسي هو تعليم، بيبقى في مسافات، قد تكون مسافات بقى جغرافية على حسب المسافات دي. ولكن مفهوم التعليم عن بعد ما كانش وليد الساعة. التعليم عن بعد بدأ، ويمكن بدأ من أواخر القرن الماضي، وهو كان بيطلق عليه تعليم في الأول تعليم بالمراسلة، وبدأت فعلا في بريطانيا وفي أمريكا وفي شيكاغو، وبدأوا فعلا يعملوا دراسات ممكن حضرتك عن طريق المراسلة تبعت لي بالبريد سواء أو بعد كده بالإيميل، إزاي تبعت لي الكورس اللي حضرتك عاوز تدرسه، وإزاي أنا أبعت لك المادة العلمية سواء كانت فيديو سواء كانت كتب مطبوعة، وإزاي بعد كده نبتدي نعمل عملية التقييم والحصول على الشهادات. كان هناك العديد من الجامعات ما كانتش معترف بيها، وكانوا ما بيلجأوش إلى استخدام هذه الوسيلة أو للدراسة، لأن المجلس الأعلى للجامعات في العديد من البلدان ما كانش بيعتمد هذه الشهادة. بدأ بعد كده تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة، وبدأنا بدل ما نستخدم طريقة المراسلة عن طريق البريد، لا ده احنا بدأنا نستخدم الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. الحقيقة ده كمفهومه كتعليم عن مسافات، ممكن لأي دارس بيتلقى الدراسة اللي هو عايزها، وده ليه مميزات برضو. بدأنا هو التعليم عن بعد كان أحد الوسائل المطروحة، النهاردة أصبح شيء حتمي، والمجلس الأعلى للجامعات أصدر قرار جميل الفترة دي، معلش بدون أقطع كلامك، إن إحنا مرة واحدة رغم إن هو كان بيصار بقول لحضرتك من القرن الماضي، من أواخر القرن الماضي، ويمكن بدأنا في 1980 بدأ فعلا يمارس في الدول الأخرى، كنا احنا فعلا بنسمع عنه، ولكن ليس لنا آليات سريعة أو يعني آليات معتمدة أو يعني سرعة على أنه يعم أو يسود المجتمع ككل. جت جائحة كورونا وبدأت فعلا تقول يا جماعة هي دي الوسيلة الفعالة دلوقتي علشان لمعالجة الجائحة اللي احنا بنعاني منها. انا في فتره من الفترات في شهر مارس فوجئت ان خلاص لابد على الطالب انه يقعد في البيت وايقاف التدريس، وان المدرس بتاعه او الدكتور بيبقى بعيد، ما فيش احتكاك مباشر. اذا الوسيله المستخدمه في التعليم لابد ان تكون هي التعليم عن بعد. بدانا فعلا بقى نفهم، او يمكن دي من ايجابيات جائحه كورونا، وهو ان انت لازم تتواكب مع الدراسات او مع الطرق الحديثه في التدريس. كان الاول كان مجال اختياري، قد يكون الدكتور او الطالب ليه ان هو يقعد يستخدم جهاز الكمبيوتر او لا يستخدم جهاز الكمبيوتر، الدكتور في الجامعه يستخدم الجهاز او يتفاعل مع الطالب عن طريق الجهاز الحاسب او لا يتفاعل. اصبح حاليا وحتميا على الاستاذ الجامعي وعلى الطالب ان هو يتعامل مع الوسائل التكنولوجيه الحديثه. فبدانا فعلا في ظل هذه الجائحه خلاص بقى سيستم تعليمي لابد ان يطبق، امر حتمي، امر حتمي خلاص. وايه مره واحده، هو الجميل بقى اللي احنا في المجتمع لازم هنا نقيم وضعنا. طبعا لينا بعض المعوقات اللي احنا فعلا واجهناها خلال هذه الفتره، اللي احنا نامل خاصه على الفصل. استاذن الدكتوره بس فاصل ونرجع تاني. نرجع للدكتورة جهان، تفضلي يا دكتورة. احنا كنا وقفنا على ان جائحة كورونا وبدأت توضح لنا الوضع الحالي في مصر اللي احنا بنتعامل فيه، الموقف التعليمي بالظبط زي الموقف الصحي. يمكن إدارة الأزمة الصحية اللي بنعاني منها فعلا سيادة الوزيرة والجيش الأبيض كله اللي احنا فعلا بنوجه له كل الشكر والتقدير، كل الفرق الطبية، ده من ناحية الصحة. وزي ما احنا بنقول ان عماد بناء الدولة او من قوة الدولة هو التعليم والصحة، فالصحة فعلا بتمارس دورها حاليا في مواجهة هذه الجائحة. نيجي بقى على التعليم،
التعليم احنا في وسط هذه في بدايه الجائحه فوجئت ان الطالب لازم تقعد في البيت وانا لازم اتواصل معاك عن طريق التعليم الالكتروني او عن بعد. لا ننكر ان هناك بعض العقبات. طب هل الجامعات كانت يعني مستعده لكده؟ لا مش كل الجامعات. تمام. قد تكون الجامعات الخاصه اللي هي فيها بعض الموارد الماديه فعلا كانت في النظام الالكتروني بيتعاملوا بيه. يعني انا اعتقد في الجامعات الخاصه الطالب من اول ما بيبتدي يدفع مصاريفه ويستلم الماده العلميه بيتواصل الكترونيا، ولكن انا هكلمك على جامعه حكوميه. تمام. الجامعات الحكوميه اللي فيها نسبه كبيره جدا او اعداد مهوله من الطلاب، وخاصه الكليات اللي فيها بالالاف. يعني نيجي على كليه زي كليه التجاره، زي كليه الحقوق، زي كليه الخدمه الاجتماعيه، كليات مش فيها نقول ان المحاضر بيقعد مع عدد بسيط، ده انت بتدخل في كليه تجاره بتلاقي 1000 و2000 طالب. فلما نيجي نقول لل1000 و2000 طالب دولت انتوا كلكم هتقعدوا النهارده وهنعمل على برنامج زوم مثلا حلقه الدكتور هيقوم يتواصل الكترونيا، استحاله هتلاقي ال2000 طالب دولت عندهم اجهزه كمبيوتر. بالاضافه الى البنيه الاساسيه، شبكات الانترنت، الشبكه نفسها، كتير جدا من يجي الدكتور يحمل الماده العلميه لما يجي عايز يشرح الكورس بتاعه علشان يقدر يحمله بياخد وقت طويل جدا، وقد يكون سرعه النت عنده في البيت ما تنفعش لا تستطيع. اذا في هناك بعض العقبات اللي فعلا واجهتنا في تطبيق اليات التعليم عن بعد في الفتره الحاليه، ولكن نبهتنا احنا دلوقتي في فصل الدراسي الثاني اللي فعلا بدأنا نحل المشكلة ونقول للطلاب الفرقة الأولى والتانية والتالتة اقعدوا واعملوا أبحاث. تمام. وإحنا لسه بصدد بكرة المجلس الأعلى للجامعات هيتخذ قراره في عقد امتحانات للفرق النهائية أم لا. طب أنا لو دخلت على الفصل الدراسي القادم، الفصل الدراسي الأول، استحالة استحالة اللي أنا أعالج نفس هذه الأزمة زي اللي أنا تغاضيت عليه في الفصل الدراسي الثاني. لان اذا يعني مشيت بنفس المعطيات هتدي نفس النتائج. أنا أأمل ان خلال هذه الفتره. تمام. ان لابد من تدرج العقبات اللي واجهتنا كاعضاء هيئه التدريس وكطلاب، كطلاب ما عندهمش كلهم القدره الماديه على الاقل موجود جهاز حاسب آلي. انت عارف حضرتك لما كان يجي الطالب قبل كده انا اطلب منه العمل بحثي يجي يقول لي انا ما عنديش كمبيوتر، حتى لو بنته في الاقاليم اقول لها في عند حضرتك. تمام. سايبر او نت كافيه. طب انا دلوقتي مقفولين الطالب هيعمل ايه؟ بس كل جامعه. طيب. على ما اظن ان موجود في مركز دلوقتي الطالب ما بينزلش الجامعه. تمام. الطالب ما بينزلش الجامعه. تمام. وفي بعض الجامعات مؤهله وفيها وحده الاي تي جاهزه، وفي بعض الكليات غير مدعمه. استاذن بس اسف استاذن الدكتوره بس جان والضيوف معانا مكالمه هاتفيه. اتفضل. الاعلامي احمد عباده اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ اسعد. اهلا بك يا فندم. سياده اللواء ممدوح من الشخصيات المحترمه اللي لها ثقل في المجتمع الصعيدي وفي العمل التطوعي وفي العمل النيابي. واهلا بالدكتوره جيهان، طبعا الشخصيات البارزه في الجامعه ولها تاثيرها. يمكن انا حابب اتكلم مع حضراتكم النهارده عن موضوع طبعا اللي انتم بتناقشوه النهارده اللي هو ازمه كورونا. ازمه كورونا من ضمن الازمات اللي هي طبعا غيرت معالم الحياه على الكره الارضيه بصفه عامه. مش هنقول مصر بس ولا الصعيد ولا الوطن العربي، لا ده دول العالم كلها النهارده بتعاني من ازمه كورونا. طبعا الازمه دي خلت الناس تعمل اختبار تيست لحياتها بصفه عامه وتشوف الايجابيات والسلبيات اللي هي كانت بتعيش عليها. في بعض الناس استفادت من ازمه فيروس كورونا وقدرت تغير من السلبيات اللي موجوده في حياتها للايجابيات، وده اللي احنا شفناه في المجتمعات المدنيه اللي هي النهارده بتساهم بكل قوتها في دعم مؤسسات الدوله. شفنا الجمعيات الخيريه، شفنا الاحزاب، شفنا الشخصيات العامه، شفنا كثير من المواطنين النهارده اللي هم بيقدموا يد الدعم للمتضررين من ازمه كورونا. فحقيقه انا بشكر حضرتك من خلال البرنامج لكل مصري غيور على البلد وحابب ان هو يحل الازمه بتاعت فيروس كورونا، وان هو يساعد الناس، وان هو يكون له تاثير ايجابي وفعال في المجتمع، وان هو يغير مسار الحديقه في ظل الازمه من وضع اقل الى وضع اعلى. ويمكن التحديات اللي بتواجهها مصر النهارده مختلفه، سواء كانت في الجهه الغربيه او كانت في سيناء او كانت في الازمات الاقتصاديه والسياحه والاقتصاد اللي هو يعتبر تاثر شديد بالنسبه لفيروس كورونا.
فأنا حبيت إن أنا أشكركم من خلال هذا البرنامج الرائع، وطبعا وجهة نظر أستاذ أسعد اللي هي الرأي الآخر، اللي هو دائما ما يقدم الرأي والرأي الآخر، واللي هو دائما ما يريد لمصرنا الحبيبة الخير والدعم لكل فئات المجتمع. أشكر الإعلامي أحمد عبادة. شكرا يا أحمد بيه. لكن آسف طبعا لعدم إسعاف بس الوقت. أنا بس أقول حاجة صغيرة طبعا عشان الاستعداد، يعني دلوقتي يهمني الفصل الدراسي القادم. يعني أنا أتمنى إن جميع السادة الأساتذة الجامعات خاصة الغير مدربين، معلش مع احترامي لكل الأساتذة، ولكن في أجيال أجيال كبيرة يعني سنا ما كان عندهمش سرعة التواصل بالاستخدام التعليم عن بعد، فأرجو إن ما عادش في فرصة دلوقتي. ده السيستم التعليمي القائم واحنا هنبتدي بيه في الفصل الدراسي القادم خلال في